داخل مقر المندوبية الجهوية لمفوضية الأمن الغذائي بولاية تاغانيت، جاء إشراف الوالي على انطلاق عملية توزيع المجاني لحزمة من المواد الغذائية لصالح أكثر من 7000 أسرة على عموم الولاية من ذوي الدخل المحدود. هذه الكمية أكثر من 600 طن من مختلف المواد الغذائية، ولا يستفيد منها أكثر من 7000 أسرة، وذيك الأسر طبعا تم اختيارها من خلال السجل الاجتماعي اللي مؤكد من أن الأسر فيه أسر محتاجة. طبعا هذا يدخل كله في إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية اللي رامية من أجل إعلان مساعدة المواطنين، خاصة المواطنين الضعفاء والمواطنين الأكثر هشاشة، خاصة في الظرفية اللي الحصاد يقعد ما فات عاد جاهز، وبالتالي هذه كمية مساعدة مهمة منفذتها مفوضية الأمن الغذائي اللي تعرفوا دائما في التدخلات المجانية اللي مهمة، وايضا المندوبيه العامه للتضامن الوطني لمكافحه الاقصاء التآزر. اذا هاي الكميه المعتبره ان شاء الله تعالى ليتم توزيعها على مختلف بلديات وقرى الولايه. المندوب الجهوي لمفوضيه الامن الغذائي اكد ان هذه العمليه تدخل في اطار سعي الدوله الى تخفيف معاناه المواطنين والوقوف الى جانبهم تنفيذا لبرنامج فخامه رئيس الجمهوريه تعهداتي. ستستفيد 7281 أسرة على مستوى عموم الولاية من المواد الغذائية في إطار برنامج التوزيع المجاني الذي يموله البنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع المندوبية العامة لتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء ومفوضة الأمن الغذائي، التي ستقوم بتنفيذ عملية التوزيع بحزمة من المواد الغذائية المتنوعة 618.885 من القمح والأرز والسكر والزيت. عملية التوزيع المجاني جاءت بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء التآزر ومفوضية الأمن الغذائي التي تقوم بتنفيذ عملية التوزيع. عبد الله بن الإسلم، الموريتانية، مدينة تجكشا.